طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية مقتل 6 مواطنين في خلاف على سقاية ماء. ومن الصحافة العربية حلفاء الإمارات يشعلون حربا جديدة ضد الشرعية في سقطرى. ومن أخبارنا المنوعة القبض على ميكانيكي سيارات حول ورشته إلى عيادة طبية. أهلا بكم. أثارت حالات الإصابة بكورونا المكتشفة في عدن أثارت حالة من الخوف لدى الأطباء والأهالي، ونطالع بعض ما يجري حيث عنون موقع عدن الغد. شخص مشتبه بإصابته بفيروس كورونا يفر من المستشفى بالضالع، وقال الموقع إن المشتبه به فر من المستشفى الذي نقل للعلاج فيه، وبحسب مصادر طبية لصحيفة عدن الغد فقد فر المريض بعد محاولة نقله إلى محجر صحي بالمحافظة بعد أن رفض هو وأسرته الخضوع للحجر الصحي وغادروا المستشفى إلى جهة غير معلومة. لكن مشتبها آخر من محافظة الضالع تم نقله إلى عدن، وقال موقع عدن الغد نقلا عن السلطات الصحية في المحافظة أنه تم نقل المصاب بعد أن خضع للعلاج في أحد المستوصفات الصحية بالمحافظة، وتم التأكد على أن الحالة تم نقلها إلى مستشفى النصر العام ثم إلى المحجر الصحي في حكولة، وبعد إجراء اللازم تم إحالة الحالة إلى المحجر الصحي في العاصمة المؤقتة عدن. ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها مسؤول لشخصية أخرى أنت أولى مني بالمنصب، حيث حدث هذا في تعز، حيث قدم وكيل المحافظة استقالته من لجنة قال إن المحافظ أولى بها. وعنونا موقع المشاهد نت. استقالة رئيس لجنة الطوارئ بمحافظة تعز، وقال الموقع قدم رئيس اللجنة الفرعية لمواجهة وباء كورونا في محافظة تعز عبدي القوي المخلافي استقالته من رئاسة اللجنة، وأرجع بيان صادر عن مكتب وكيل محافظة أول محافظة تعز أسباب الاستقالة أرجعها إلى إجماع أعضاء اللجنة في الاجتماع الأخير على أن تسند مهمة رئاسة اللجنة لمحافظ تعز أسوة ببقية المحافظات. وأشار البيان إلى أن لجنة الطوارئ قامت خلال الفترة الماضية بدورها على أكمل وجه رغم شح الإمكانات ومحدودية الصلاحيات. أضاف البيان وبعد أن استشر وباء كورونا في العاصمة المؤقتة عدن ووجود اشتباه لبعض الحالات في محافظة تعز، فإن المرحلة الراهنة تستدعي أن يرأس اللجنة المحافظ كبقية المحافظات، وبما يحقق حشد الجهود والإمكانات المركزية والمحلية والمجتمعية. بعيدا عن عمل تلفزيوني يعرض في إحدى القنوات المحلية يدور حول القتال على المياه، بعيدا عنه وقريبا من الواقع يقتل عدد من المواطنين إثر خلاف على الماء. وعنونا موقع المصدر أونلاين. شبوة مقتل 6 مسلحين قبليين في خلاف على سقاية ماء. وقال الموقع قتل 6 مسلحين قبليين وأصيب آخر في اشتباكات قبلية بمديرية عسيلان شمال غربية محافظة شبوة. وقال مصدر محلي بمديرية عسيلان للمصدر أونلاين إن مواطنا وأربعة من أبنائه قتلوا بعد خلافات مع أسرة أخرى حول سقاية ماء. أوضح المصدر أن قبائل وادي بالحارث تدخلت لمحاولة عقد صلح بين الطرفين. الحائزة على جائزة نوبل السلام توكل كرمان كتبت عن ما أقدم عليه الانتقال في عدن من إعلان للإدارة الذاتية في الجنوب، وقالت في أجزاء من مقالها: الإدارة الذاتية للجنوب التي أعلن عنها الانتقالي تحيلنا إلى مصطلح الإدارة المحلية أكثر مما تحيلنا إلى قضية الانفصال واستقلال الجنوب، وهي أقل بمسافة عن الحكم المحلي وبمسافات شاسعة عن الحكم الفيدرالي الذي خلصت إليه مخرجات الحوار الوطني. هذا من الناحية النظرية،
ومن الناحية العلمية أقل بكثير من الواقع، حيث تتمتع محافظات الجنوب عملياً بحكم فيدرالي كامل الصلاحيات. الجنوبيون يحكمون كل محافظاتهم مثلما يديرون القرار المركزي للسلطة الشرعية، فما الذي يقصده الانتقالي بالإدارة الذاتية وما الذي يريده؟ هل هي مجرد مصطلحات يلقيها مجموعة من العشوائيين لا يعرفون مدلولاتها؟ واضح أن المقصود أن يتولى الإدارة الذاتية للجنوب الانتقالي لا أي جنوب آخر، هو اعتراف بالسلطة الشرعية من جهة وإقرار بتخليه عن الانفصال. هذه مدلولات الإعلان، وإن كان لا يقر بأن هذه هي المدلولات الفعلية لإعلانه عن الإدارة الذاتية، غير أن ما يريده من هذا الإعلان بأن يتولى هو إدارة الجنوب، وهو هدف صعب المنال غير قابل للتحقيق، رفضه وسيرفضه الجنوبيون قبل غيرهم. هذا يتطلب أن تكون سيطرته الفعلية على كل الجنوب، في حين أن أغلب محافظاته وأهمها خارج سيطرته، أعني بذلك شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرة، بالإضافة لأبين، وتتطلب إمكانات مادية كثيرة تمكنه من دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتتطلب إقراراً واعترافاً دولياً، غير أن كل ذلك غير متوفر ولن يتوفر أبداً. لقد رفض الجميع الإدارة المحلية لعيدروس ومجلسه الانتقالي للجنوب، فكيف سيكون الحال لو ذهب القرار لما هو أبعد من الإدارة الذاتية؟ حتى السعودية والإمارات وجدتا نفسيهما مضطرتين لرفضه. لا تجرؤ البلدان على القول علناً بتأييد ما قد يفهمه اليمنيون محاولة لتقسيم بلدهم، يعلمون أنهم سيجدون أنفسهم يوماً في مواجهة شاملة مع شعب صلب كبير وكثير لا تحمد عواقب مواجهته. صحيفة العرب الجديد تابعت الاشتباكات التي وقعت في جزيرة سقطرى وعنوانات الصحيفة: حلفاء الإمارات يشعلون حربا جديدة ضد الشرعية في سقطرى. وقال مصدر محلي للعرب الجديد إن القوات الموالية للإمارات التي نهبت مخازن اللواء الأول مشاة بحري حاولت اقتحام المدخل الغربي لمدينة حديبو من اتجاه منطقة قاضب. وأشار المصدر إلى أن قوات الانتقال قصفت مدينة حديبو بالدبابات والمدفعية الثقيلة، وسمع دوي انفجارات غير مسبوقة في الجزيرة المسالمة التي لم تشهد معارك منذ سنوات طويلة. وكانت قيادة المجلس الانتقالي قد توعدت باقتحام عاصمة سقطرى، كما حذرت القوات السعودية المرابطة هناك من اتخاذ إجراءات حازمة إذا لم تتحمل مسؤولياتها. ويتهم حلفاء الإمارات القوات الحكومية ومحافظ المحافظة رمزي محروس باستحداث نقاط وحواجز تفتيش جديدة في مداخل مدينة حديبو عاصمة الأرخبيل. الطبيبة اليمنية المقيمة في ألمانيا سنة مبارك تقدم عددا من النصائح لمن ترفض المشافي استقبالهم ويشكون من إصابتهم بكورونا وكيف يقومون بعزل أنفسهم، وتقول في مقال تنشره بلقيس: العزل أو الحجر المنزلي هو الخيار الأفضل حاليا لكل المشتبه بإصابتهم بالكورونا، ولا تستدعي حالتهم الرقود في المستشفيات. مع إغلاق الكثير من المستشفيات الخاصة وعدم جهوزية المحاجر والمستشفيات الحكومية، اعزل نفسك بنفسك. لا بد من تخصيص غرفة منفصلة للمصاب لا يشاركه فيها أحد آخر، على أن تكون تهويتها ممتازة، ويحبذ لو استخدم المصاب حماما منفصلا. لكن إن لم يتوافر هذا الخيار فيجب تعقيم مقابض الأبواب والحنفيات وكل الأواني التي لامسها بالماء والصابون أو بالكلور بعد كل استخدام. كما يجب أن يستخدم المصاب مناشف خاصة يتم غسلها وتعقيمها باستمرار. الأطباق والأكواب والملاعق يجب أن تكون خاصة بالمصاب، يتم غسلها بالماء والصابون عقب الاستخدام. ملابس المصاب والفرش والأغطية يجب أن تبدل باستمرار وتغسل لوحدها بالماء وكميات كافية من الصابون. احفظ دائما مسافة متر بينك وبين المصاب في بيتك. إن كنت المخالط للمصاب أو من تقوم برعايته، يجب أن تلتزم بإجراءات الوقاية من غسل اليدين باستمرار بالصابون واستخدام المعقمات لليدين، كما أن لبس الكمامة والقفازات أمر ضروري. يجب أن يستخدم المصاب منديلا لتغطية أنفه وفمه أثناء العطس أو السعال حتى لو كان وحيدا في الغرفة.
على أن يتم التخلص من كل المخلفات في سلة خاصة ومراعاة غسل اليدين بعدها. يجب أن يستخدم المصاب الهاتف لطلب الأشياء ممن يقومون بالعناية به وللتواصل مع الآخرين، مع التأكيد أن الزيارات للمصاب ممنوعة منعاً باتاً. إن ساءت أعراضك التنفسية، بمعنى إن كانت عدد أنفاسك أكثر من 30 في الدقيقة وشعرت بضيق وصعوبة في التنفس، أو تغير لون شفتيك أو أطرافك للون باهت أو مائل للزرقة، يجب أن تتصل مباشرة بالإسعاف أو تتوجه بسرعة إلى أقرب مستشفى. موقع البي بي سي البريطاني تابع عددا من الموضوعات المتعلقة بفيروس كورونا وعنوانه: فيروس كورونا، شركات في الصين تنتج سيارات مضادة للفيروسات. وقال الموقع إن شركات المصنعة للسيارات في الصين تسعى إلى الحد من المخاوف الصحية عن طريق إنتاج سيارات مضادة للفيروسات، وتهدف الموديلات الجديدة إلى توفير الحماية من الفيروس بطريقة تشبه الحماية التي توفرها الكمامة. وأطلقت بعض أكبر مصانع السيارات في الصين موديلات جديدة لهذه الخاصية، من بينها شركة جيلي التي تصنع سيارات الأجرة السوداء الشهيرة في لندن. وكانت جيلي أول شركة تدشن خطة إنتاج السيارات المضادة للفيروسات، مستثمرة جهودها السابقة التي كانت تجذب بها المستهلكين القلقين من التلوث. ويهدف مشروع السيارة الصحية الذي أطلقته الشركة إلى الحيلولة دون دخول أي جزيئات دقيقة إلى السيارة لحماية الركاب والسائق من أي مواد ضارة. شون رين مدير مجموعة أبحاث السوق الصيني يرى أن الشركات تحاول استغلال مخاوف الناس من فيروس كورونا لبيع منتجات وخدمات للمستهلكين ورفع أسعار منتجاتها. في مقال في صحيفة آي يتحدث أوليفر دوف عن الجهود العلمية لمواجهة فيروس كورونا، ويقول إنه لم يكن هناك على الإطلاق تدافع علمي عالمي على هذا النطاق لإنهاء صدمة الوباء والوفيات الجماعية والإغلاق. ويشير إلى أنه في جميع أنحاء العالم بدأت 300 تجربة سريرية على الأقل لاختبار علاجات محتملة لفيروس أو لتجنيد متطوعين. وأتوقع الكاتب فشل العديد من هذه التجارب لأنها صغيرة جدا بغض النظر عن فعالية الدواء. يدعو كاتب التقرير الذي ترجمته البي بي سي يدعو إلى تعاون أكبر، ويرفض النقد اللاذع الذي تعرضت له منظمة الصحة العالمية في الأسابيع الأخيرة، وخاصة من جانب الرئيس الأمريكي. كورونا اليمن والاستثمار السياسي. تحت هذا العنوان كتبت اللبنانية جمانة فرحات مقالها المنشور في العربي الجديد مضيفة: الوضع اليوم ببساطة لا يحتمل تناحرا سياسيا أو عسكريا، وبقدر ما تبدو الحكومة مسؤولة عن التعاطي بشفافية مع الأزمة ورفع مستوى الطوارئ الصحية إلى أقصى درجة، ومد يد التعاون إلى كل القوى الفاعلة لبدء احتواء الوباء ومنع تفشيه على نطاق واسع، فإن مسؤولية الجماعات المسلحة في الشمال والجنوب مضاعفة، لأن الوقت ليس للاستثمار السياسي. وإذا كان الحوثيون يحكمون جزءا واسعا من الشمال بقبضة من حديد وقادرين على فرض ما يريدونه من إجراءات سياسية وصحية بحكم كونهم سلطة أمر واقعة، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يروج لكل خطوة يقوم بها بأنها من أجل الجنوبيين ومصلحتهم أمام اختبار حقيقي لا تجاه الحكومة أو حلفائه الإقليميين، بل أمام المواطنين في الجنوب. أمام المجلس فرصة للتراجع خطوة ووضع حد للتصعيدين السياسي والعسكري وعدم تعطيل عمل الوزارات المعنية بمواجهة الوباء. لا تحتمل عدن التي غرقت قبل أيام جراء السيول، والتي تتراكم النفايات في شوارعها، والتي تعاني من نقص في التغذية الكهربائية والمياه النظيفة، مواجهة أزمات سياسية وعسكرية وصحية في آن واحد. ميكانيكي سيارات يفتتح عيادة في ورشته التي يصلح فيها السيارات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. البحرين تقول القبض على ميكانيكي يمارس الطب في كراج حوله لعيادة. وقالت الصحيفة إن شرطة في محافظة المحرق البحرينية ألقت القبض على آسيوي يعمل ميكانيكي سيارات قام بتحويل
يسكن هو موقع عمله كراج لتصليح السيارات إلى عيادة يمارس فيها مهنة الطب دون ترخيص، كما تم القبض على شخص آخر يقوم بمساعدته. أوضح مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق أنه فور ورود معلومات بهذا الشأن باشرت المديرية عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه متلبسا أثناء معالجته مرضى آسيويين. ونوه مدير عام مديرية الشرطة محافظة المحرق إلى تحريز المعدات والأدوات والأجهزة الإلكترونية والأدوية الطبية التي يصنعها ويستخدمها في ممارسته لتلك المهنة، بالإضافة إلى المبالغ المالية المتحصلة منها. إذا كنت تبحث عن ملاذ مثالي من فيروس كورونا، يمكنك الآن شراء جزيرة نائية خاصة بك بسعر أقل من شقة في مدينة نيويورك، وفقا لموقع روسيا اليوم والذي عنوان جزيرة استوكلندية برسم البيع سعرها أرخص من شقة في مدينة نيويورك. وقال الموقع إن جزيرة استوكلندية مثالية قبالة سواحل جزيرة تشالاند طرحت للبيع مقابل $300,000 فقط، وهي غير مأهولة منذ عام 1934. وتقع الجزيرة المثالية بالقرب من البر الرئيسي للنرويج وجزر فارو من استوكلندا، وتبلغ مساحتها 63.75 فدانا، وتتمتع بمناظر خلابة ومحمية. ويقول الموقع الذي يعرض الجزيرة للبيع إنها مكان ذو مناظر خلابة وجمال مع وفرة من الحياة البرية، ولديها موافقة تخطيطية على بناء رصيف ومخزن مع منطقة استقبال ومباني زراعية جديدة مع طاحونة مائية تقليدية، وكذلك إعادة إعمار البيوت المهجورة وإقامة كوخ جديد. صحيفة الجاردن البريطانية تنشر عددا من الصور التي ركزت في مجملها على ضحايا فيروس كورونا. نتابع الصور. عدد من رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من هذا اليوم. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة. في أمان الله.